بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هاليوم قاعد لم الجيت زين بهاي اللمامة، سوي كوام هتجي هذا. شوف نروح بالخط، ياخذ خطين بالرجعة خطين، يعني اربع خطوط. هاي الهليكوبتر، هاي الكوام ملمومات، حتى ان شاء الله اليوم لباكر نسوي باليات. يا الله سهل ان شاء الله. هاي باعتبار هسه ان شاء الله كلن كملت، ظلنا تاية 80 دونمية كلن. زين خلي اشرح لكم شوية انا فقرة حلوة بسويها الاتراك هنا أنا. وهي شنية هاي الارض مثلا هسه 100 دونم تقريبا، حوالي 80 دونم 90. شو مسوين حتى ما يمدون بواري؟ جابين بوري بلاستيك ابو الثمانية زين او ابو السبعة. شو مسوين؟ دافني تقريبا حوالي متر حفارة حافري، ودافني شاقي بنص الارض كلية. هاي شو مسوين؟ مطلعين هنا كاك انت تتحكم بي. زين هلا اشوفكم شوية. زين حاطين هنا كوك، هذا كل فتحة بها كوك هسه جوا هنا. هذا واحد، شوف هذا المية دونم، هذا واحد، هذاك الثاني، هناك الثالث، أربعة، خمسة، ستة، حوالي ست كاكات نفس هاي الطريقة. زين سدادات حاطي لها، تحويلات أبو الاثنين وأبو الثلاثة تطلع البوري، حتى يربط عليه أبو اثنين ونص أو أبو ثلاثة. زين ويشدون عليه المرشة هاي اليوزواك، هاي اللي تفتر ترش 50 متر، 30، من 30 إلى 70 متر عندهم. زين أول شغلة يحافظون البوري، وهي حتى ما كل ساعة ينقل وهذا ينكسر، ما تضيع اللاستيكة مالته تنعصر كل ساعة، يجي واحد يدوس عليه العامل كل ساعة يلقحة ينكسر. هذا حاطيه ودافنيه، هذا على حكي صار من يجي 25 سنة، 20 سنة لحد هسه الحمد لله كل شيء ماكو بي. زين احنا وياهم صارنا يجي 5 سنوات من 2016. زين فمحافظين اول شيء البوري، ثاني شيء يقللون، ما كل ساعة شايلين هذا ابو الستة وكل ساعة شايلين موديه وجايبيه. فدافني بالارض، هذا شوف هذا واحد، هذا الثاني هناك. زين موزعي بنص الارض، مطلعين من جوا من البوري هو الرئيسي، مطلعين شنو فتحة حاطي لكاك. شوف خلي اشوف لكم هذا الثاني، بين واحد وواحد 100 متر، 150، 200 متر، حاطين مثلا فت 6 كاكات على كل 100 دونم، 6 7، خلصانين شاقين الارض شلون احنا نقول بالنص. زين هاي شوف هاي هنا شايلين هسه حاليا التحويله، هذا الكاك هنا ويرش، هذا مثلا يرش هنا، ذاك يرش مقابيله او ورا وقدامه، ذاك اللاخ، ذاك اللاخ، هناك واحد، حوالي فت 6 7 للمية دونم. وانت اذا كانت الارض شو اسمه ليش كل ساعه تحطه؟ اول شيء تخلص من البوري حتى ما كل ساعه تضرب الشمس، لان البوري اصلا ما هو مصمم لا للشمس لا للحراره ولا للبرد. زين الارض الارض لا تصدق تاكل البوري. زين البوري ما تاكل، يعني ما ينأكل بالارض، بالعكس اذا دفنته انت تحافظ عليه. زين لا تصدق انه بوري تاكل الارض، لان هو مصمم للارض ما مصمم للشمس او للبرد. ثاني شيء تحافظ عليه، مو كل ساعة واحد يجي يدوس عليه وشي يشمره ينكسر، لاستيكه ضاعت، قفيص انكسر، داس عليه بالتراكتر الشمر ما ادري شنو، خرب راح عندك البوري. مصا خاصة هسه هاي الكبس وشي. فأحسن طريقة إنه يندفن البوري مثل ما ذول الأتراك مسوين قديما، خلصانين فقط أبو 2.5 أبو 3، 2.5 إنج أو أبو 3 إنج، مشتغلين عليه فقط للمرشة، قبل يربط يربط المرشة، ما كل ساعة لا يجيب بوري كبير ولا يصغر ولا كل شيء، فقط مطلع كاكات مشتغل. زين خلينا شوية نشوفكم شلون طريقة اللم.
سهلة هي إن شاء الله. هذا فيات جبل أكسل، حجم هذا 60-70 حجم مالته. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الهليكوبتر لمامة احنا نسميه مال اليونجي مال جيت. هذا حاطينه تشيلة بس هسه نزلناها تشيلة. بسم الله اللي ولا عود بيه، عود ما يضيف. هاي الطريقة ياخذ خطين روحة وخطين جاية. شيء من الثلوف هذا هم كاك، هذا قدامنا كاك. أهم شيء من الثلوف حاول لا تنزل هنا انت تكسر الأمام. هاي اخر حفلة فضعيفة صارت جات لان شتا والله باردة الدنيا. هذا حصلته قبل تقريبا حوالي 15 يوم 14 يوم. تقلب هذا الخط القديم، ليش؟ لان صار جوا خط. هذا الخط الثاني شوفه لازم ينقلب حتى يطلع، اذا اكو شيء حتى بمي لازم ينشف من الورا الظهر حتى ينشف، حتى ورا ندق نسوي باليات. تركيا اهم شيء عدم الباليه، يعني ما يستعملون تبن قليل. هذا من ورا البوري فسوين تايل فرموت من ورا الكاك حتى ما يعد. Thank you.
حوالي يجي 2000 وانا محاطين 120 حصان. شكرا اخوان، لا تنسونا من الاعجاب والمشاركة.